السلام عليكم. انتشرت في الفترة الأخيرة إصابة شهيرة جدا وسط لعيبة الفنون القتالية ولعيبة كرة القدم والجمباز، يعني وأغلب الرياضات عموما، إصابة اسمها العضلة الضمة. الإصابة ديت للأسف من أخطر الإصابات اللي ممكن تحصل. حاليا لازم نتكلم في الموضوع بتعمق شوية، نعرف إيه أسباب الإصابة، نعرف إزاي أتجنب الإصابة، إزاي أعالجها. يلا نتابع، يلا نتابع. العضلة الضمة هي العضلة الموجودة من الجهة الداخلية للحوض، وتعني كلمة ضمة أي هي العضلة المسؤولة عن ضم وفتح الفخذين مع الحوض للداخل، ووظيفتها إعادة الفخذ وضمه إلى منتصف الجسم، وتعرف هذه العملية بالضم خلال المشي العادي. وتعمل العضلة على ضم الفخذ المتأرجح إلى منتصف الجسم للمحافظة على التوازن، ولكن خلال ممارسة الرياضة يكون استخدام العضلة بشكل كبير. دلوقتي يا شباب، بعد ما عرفنا ايه هي العضله الضامه وايه وظائفها بالتفصيل، هنعرف حالا ايه اهم الاسباب الرئيسيه اللي تؤدي الى الحدوث بالاصابه بالعضله الضامه. اول سبب يا شباب، وده من اهم الاسباب، هو ممارسه الرياضه بدون التسخين الكويس. يعني حد جه يتمرن كره قدم، كونغ فو، فنون قتاليه، سباحه، اي رياضه، وما سخنش كويس، ما عملش تمارين الاحماء كويس، وخصوصا تمارين الحوض او تمارين الاطالات، فده فعلا من ضمن الاسباب الكبيره اللي ممكن تصيبني بالعضله الضمه، اصابه العضله الضمه. تاني سبب يا شباب، المجهود الزياده عن اللازم. المجهود الزياده عن اللازم على منطقه الفخذين، وعلى يعني دي من ضمن الاسباب الكبيره اللي بتخليني ممكن اتصاب بالعضله الضمه، فلازم برضو يكون التدريب في المعقول. ثالث سبب يا شباب، لبس البناطيل الضيقه. رابع سبب، التدريب بشكل خاطئ. التدريب بشكل خاطئ ده ممكن يعمل التواء للاربطه او المفاصل، وده برضو من ضمن الاسباب اللي يصيبني بالعضله الضمه. خامس سبب، عدم تناول الاغذيه المناسبه لتقويه العظم او المفاصل او الاربطه والكلام ده كله. وطبعا ده يرجع للعناصر اللي فيها كالسيوم، نحاول قد ما نقدر احنا نتغذى على العناصر الغذائيه اللي فيها الكالسيوم، تمام؟ السبب برضه تاني سادس، شرب المشروبات الغازيه. يا رب المشروبات الغازيه، نحاول تماما نتجنب المشروبات الغازيه. ازاي نعرف ان احنا فعلا اتصابنا باصابه العضله الضمه؟ يعني مش تمزق وخفيف، مش اي وجع والسلام وانتهى. اول حاجه يا شباب، خليكم عارفين ان اصابه بالعضله الضمه احنا بنشعر بيها في الجزء الداخلي من عضله الفخذ، تمام؟ من الفخذ، اوكي؟ تاني شيء، طبعا الالم اللي احنا بنشعر بيه ده بيكون متدرج، يعني الالم ما بيكونش ثابت، ممكن يكون الم ضعيف، الم قوي، على حسب الاصابه وشدتها، تمام؟ كمان ممكن نجد ورم، تورم في منطقه برضو العضله الضمه، تمام يا شباب؟ طيب عشان برضو نعرف اكتر ازاي هي دي برضو العضله الضمه ونكون متاكدين، طبعا ده مثال شخص بقى انها جات لي قبل كده، بتحس دايما في المنطقه دي تحديدا اللي هي عضله الضمه عند الفخذ هنا، بتحس اول ما انت بتفتح رجلك على طول كده، بس مجرد ما فتحتها بتحس بقرصه، قرصه شديده جدا، لكن حد بيقرصك قوي، او بتحس بلسعه، تمام؟ فبالتالي اسم كمان الضمه هو سبحانك يا ربي هو العلاج ليها. يعني من ضمن كمان علاجها ان انت طول ما انت ماشي ضمم رجلك مش هتحس باي حاجه خالص، لكن طول ما انا مجرد ما انت بس فتحت كده رجلك ما بتقدرش. ففعلا دي اصابه خطيره جدا، بتوقفني عن التدريب، ما بتخليش النهارده اعمل حركاتي دايما، يعني بتحسس ان انا مش قادر اعمل اي حاجه خالص. انواع اصابات العضله الضمه. اولا، الإصابة بالعضلة الضمة نتيجة التدريب المتزايد وإرهاق الأوتار، ممكن نقول تمزق خفيف مع الإصابة، ودي مدة شفائها بتاخد ما بين يومين إلى 10 أيام. ثانيا، الإصابة بالعضلة الضمة نتيجة عدم التسخين الكويس وفعل الحركات بكثرة بدون تسخين، أو التدريب على الحركات بشكل خاطئ، وفي المرحلة دي بيحصل قطع في الألياف العضلية وفي أوتار العضلة في نقطة التقاء العضلات بعظم الفخذ والحوض، وتستغرق مدة الشفاء في هذه المرحلة 10 أيام إلى 6 أسابيع. بعد بقى ما قلنا الكلام ده كله يا شباب، هنيجي دلوقتي بقى نعرف أهم الطرق العلاجية للناس اللي اتصابت بالعضلة الضمة. أول طريقة، طبعا دي هديكم طبعا أمثلة أنا استخدمتها شخصيا، لأن أنا قبل كده اتصبت بالعضلة الضمة، التمارين. التمارين اللي موجودة فوق في الرابط ده، في الفيديو ده، مهمة جدا جدا، إن شاء الله ربنا عاملين إن هي
يعني تقلل من نسبة الوجع، وان شاء الله تقضي على الوجع تماما. التمارين دي مارسها ببطء شديد جدا، تمام؟ لان التمارين دي مخصصة لان هي تعالج او يا ربي امراض المزق وعضلات الضمه. نمارس التمارين فوق دي ببطء شديد. تاني حاجه مع ممارسه التمارين التدليك بالماء، بالماء الساخن. الميه السخنه يعني سبحان الله ليها فوائد، يعني فوائد مهوله مهوله قوي على الاربطه والاوتار والعظم وعلى الجسم، تمام؟ نسخن ميه، والميه الساخنه نضربها بالكوبايه على منطقه الوجع وبصوابعي التدليك بقى. يبقى كده تمارين ماء ساخن تدليك بصوابعي، ادلك بالراحه في الايه، في منطقه الاوتار. بعد التدليك بقى في مرهم انا بستخدمه اسمه مرهم ريباريل، ريباريل جيل، الاسم مكتوب اهو. مرهم ريباريل جيل طبعا من المعروف ان هو مسكن موضعي، بيقضي على اي ورم وبيخف وبرده مسكن للالام، تمام؟ يبقى كده تمارين مع الماء الساخن، والماء الساخن معاه على طول التدليك، وبعد التمارين الماء الساخن والتدليك احط المرهم، تمام؟ واحاول ما اعملش اي حركات بقى خالص غير التمارين والحاجات اللي قلت عليها ديت. الحاجه الاخيره بقى، اذا حسينا لا قدر الله ما فيش تحسن، بس باذن الله ان شاء الله تحس بتحسن لان الحاجات دي استخدمتها كتير، هنحاول بقى طبعا ان احنا نكشف. نكشف الافضل، يعني دي اخر حاجه انك تستخدمها، انك تروح لها يعني تكشف مع دكتور اذا ما فيش تحسن. فالدكتور هيقدر ان هو ان شاء الله مثلا ممكن يعمل لك اشعه يشخص حالتك وان شاء الله خير. كل يهمني يا رب تكونوا استفدتوا من كل الحلقه، نعمل شير عشان غيرنا يستفاد. انتظروا المزيد، ما تروحوش بعيد، انتظروا كل جديد. اشتراك للقناه، نسيكم فوق.